دكتور ماهر فرغلي الباحث والخبير في الشؤون الجماعات المتشددة ينضم إلينا من القاهرة. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور ماهر. ربما كثيرون يستغربون بأنه خفت الهجمات الإرهابية بعام 2016، ما الذي لفتك بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية هذا؟ يمكن في الحقيقة تحييد العمليات الإرهابية على الأرض، يمكن كان الطيران أو القصف الجوي أو عملية اصطياد القيادات تحديدا كان عام 2016 تحديدا وأواخر عام 2015 هو أكبر فترة تم اصطياد فيها قيادات في الحقيقة عن طريق الطيران، وتحديدا في اليمن. كانت في اليمن وتنظيم القاعدة لهم النصيب الأكبر من ذلك، يعني تنظيم القاعدة تحديدا تم اصطياد عدد كبير جدا جدا من القيادات، منهم أبو أنس الأنسي مثلا في اليمن وغيرهم من القيادات، لدرجة أن داعش نفسه اتهم القاعدة أنه مخترق داخليا، يعني لدرجة أن قياداته ومنهم ناصر الوحيشي الذي كان أمير التنظيم باليمن تم اصطياده أيضا عن طريق قصف جوي وطائرة بدون طيار. فيعني هذه العمليات تحديدا دفعت إلى غياب قيادات، وغياب القيادات أدى إلى تغير استراتيجيات هذه التنظيمات، وإلى وجود خلافات على الصعود للقيادة، وإلى خلافات على الخطط وغيرها من الأمور، وأدى إلى انخفاض روح المعنوية لبعض التنظيمات. هذا هو الشيء الأول. الشيء الثاني، في تنظيم مثل تنظيم داعش مثلا، هو كان له سياسة وأسلوب على الأرض في القتال وفي العمليات المسلحة تحديدا، له طريقة معينة، وهي أنه لا يقاتل سوى في الليل، لا يقاتل إلا بمجموعة من السرايا تتحول إلى كتيبة، وأمام هذه الكتيبة مجموعة من الانتحاريين والانغماسيين. هذا كله في النهاية تم معرفة هذه الخطط، وتم تحييد هذه الخطة الداعشية عن طريق الطيران وطيران التحالف. يعني يمكن في النهاية داعش رأيناه هزم هزائم نكراء في أكثر من مكان، وكان آخرها الموصل. ده كله كان طبعا بسبب القصف الجوي. فالعمليات يمكن خفت تدريجيا أيضا برأيي بسبب أيضا الصراع بين هذه الجماعات. يعني رأينا هذا الصراع موجود في أفغانستان بين داعش الذي أراد أن يوجد له قدم ومكان في أفغانستان وفي باكستان، ورأيناه في اليمن أيضا، رأيناه في ليبيا بين الجماعات المتناحرة على السيطرة، رأيناه في العراق وفي سوريا. يعني هذا يمكن كله أدى في النهاية إلى محلال وإلى تقوقع هذه التنظيمات. عوامل مجتمعة، نعم. إلى أي درجة هذا يدخل حتى بالتفاصيل دكتور ماهر؟ يعني حتى بالتقرير ذكر بأنه حتى الوفيات الناجمة عن هذه الهجمات الإرهابية تراجعت على مستوى العالم بفضل انخفاضها بدول مثل أفغانستان وسوريا وغيرها. طبعا هذا شيء جيد، ولكن العوامل التي قلت تؤثر حتى في هكذا تفاصيل، تفضل. نعم، تؤثر في هذه التفاصيل بلا شك، لكن يمكن أن احنا شهدنا أيضا عمليات في نفس هذا التوقيت، وعمليات في أوروبا على سبيل المثال وفي أكثر من مكان، وكانت متزامنة في وقت متقارب في باريس وفي بلجيكا وغيرها. لكن هذا كله كان لأسباب أخرى، يعني أسباب مثلا وجود بؤر وأماكن توتر يعني موجودة مثل سوريا والأماكن التوتر في ليبيا وغيرها. هذا كله أدى إلى وجود عملية استقطاب وتجنيد، وفي النهاية عملية ارتداد إلى هذه الأماكن للقيام بالعمليات. لكن في الحقيقة، ولذلك هم يعني وضعوا هذه التنظيمات استراتيجية التواجد في أماكن التوتر، يعني هذه استراتيجية في الحقيقة، وتوسيع ساحة المواجهة، يعني المواجهة والعمليات تكون في أكثر من مكان ممتد في العالم، بحيث يصعبون على العالم المهمة. لكن في الحقيقة أيضا بسبب الضغط الكثيف وبسبب الضربات الكثيفة وبسبب معرفة خريطة هذه التنظيمات، أعتقد أن الأمور في تناقص. أنا أشكرك جزيلا دكتور ماهر فرغلي الباحث والخبير في شؤون جماعات متشددة، كنت معنا من القاهرة.